Jordi Alba. ليفاندوفسكي. كان في المواجهة وتسبب في احتساب المخالفة. والكرة للمنطقة الأمامية. فرصة إحراز هدف ويسجل الهدف بأناقة كبيرة. لا يوجد افتتاحية أفضل من ذلك في المباراة بالنسبة إليه. ببساطة هذه التسديدة لا تسد ولا ترد. الهدف الأول يلعبها توريا. جوردي ألبا يلعب كرة إلى الأمام. جيريرو يلعب كرة على الجانب الأيمن. خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها. بيكي ينقل الكرة للجانب الآخر. تمركز جيد والدفاع يستميت لمنع الخطورة وقطع الكرة. وتخرج الكرة إلى الرمية التماس. تسديدة. ينطلق نحو الخط الأمامي. يلعب كرة بينية. يتقدم إلى الأمام وفي نيته التوغل. كرة طولية إلى الأمام. يلعبها بينية أرضية. وهكذا تسبح رمية التماس. يفتح اللعب على الجانب الآخر. اعتراض رائع منع الندم وجنب الألم. يحاول تمريرها عبر الدفاع. جوردي ألبا في كرة خطيرة إلى الأمام. يلعبها إلى منتصف المنطقة. أبعدها. التوزيعة مش معقولة ولا مقبولة. وتعود الكرة إلى القلب. تمكن من تمريرها إلى ليفاندوفسكي. تحصل الفريق على ضربة ركنية. كان يتعامل مع الكرة بطريقة رائعة. يحصل عليه جوردي ألبا. ويفضل إعادة الكرة إلى الخلف. سيرجي روبرتو. برشلونة هز الشباك في غضون أول 10 دقائق. برشلونة يفتتح التسجيل. جوردي ألبا. فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية. رايس ينطلق على اليمين. من يلحقه من؟ كرة طولية من الحارس. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. لا لا
الراية مرفوعة، أظن أنها تسلل. فاصل جميل من التمريرات، يحاول لاعب كرة بينية غدارة ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل، ولكنه كان متسللا. هدف أبيض غير محتسب، والحكم يستأنف المباراة. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه، يلعبوها للأمام، يلعبها مرفوعة، كرة ممتازة، فرصة للتسديد. الفكرة جيدة لكن التنفيذ سيئ. كاد أن يهز الشباك مجددا. أظن أننا نشاهد موهبة خاصة جدا هنا، لاعب يمكنه تغيير نتيجة المباراة بمفرده. جوردي ألبا، تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. ليفاندوفسكي، رايس أظهر مهارات دفاعية إلى جانب ما يشتهر به كرأس حربة مهاجم. الكرة الأرضية إلى المنطقة، يتوقف، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الحكم يعلن القرار بنهاية نصف المشروع. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، والثناء كذلك على حسن أداء لاعبي وسط الميدان. النتيجة هدف لصفر، ونأمل أعزائي المشاهدين في مشاهدة مزيد من الأهداف. برشلونة يتقدم في النتيجة بهدف نظيف. الكرة داخل منطقة الجزاء. تلعب الكرة ناحية اليمين. فاصل من التمريرات الجميلة، يحاول أن يلعبها بينية. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. رايس، كرة طولية إلى الأمام. كرة خطيرة إلى الأمام. جيريرو، قلب الأسد، يبعد كرة خطيرة. مات أوميز يمررها إلى يمينه. كرة معتادة ودفاع فوق العادة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ توزيعها إلى الأمام. يوزع على القائم الثاني، والكرة إلى خارج المنطقة. كرة على الأطراف، يعيد الكرة العرضية إلى القائم البعيد. سيرجي روبرتو، برشلونة لا يستخدم دكة اللاعبين. سيرجي روبرتو، كرة طولية إلى الأمام. حاول تمريرها عبر الدفاع. كرة طولية من الحارس. جوردي ألبا، يلعبها طولية. إلى الأمام. سيرخيو بوسكيتس، جوردي ألبا، سيرخيو بوسكيتس مرر تمريرة حاسمة اليوم بالفعل.
اندفع الى هناك وتخرج الكرة الى الرمية التماس. أرى أنها مخالفة ويتفق معي حكم المباراة ويطلق صافرته. هل يمكنهم التسجيل من هناك؟ هذه فرصة عظيمة لزيادة الفارق. قام بالدورة الدفاعية على أكمل وجه، دفاع جيد جدا. وتخرج الكرة إلى رمية التماس. أرى تحركات عند مقعد البدلاء. أظن أنهم سيجرون تبديلا. سيرجي روبرتو، ليفاندوفسكي. أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. ورقة صفراء مستحقة. بعدوها واندفاع كبير. يلعبها بينية أرضية. يستمر في الجري بالكرة. يحاول فك دفاعات المنافس خارج المرمى. ليس بيدهم شيء هنا. كانت هجمة مرتدة سريعة. ومن الصعب على الدفاع التعامل مع هجوم مرتد بهذه السرعة. توزيع ناحية اليمين. سيرجي روبرتو يهرب على اليمين. لمن هذه الكرة؟ لمن يرسل عرضية أرضية؟ والكرة ملعوبة إلى المنطقة ولكنها لا تجد أحدا في النهاية. تلعب الكرة ناحية اليمين. 1-2 جميل. تلعب العرضية إلى منتصف المنطقة. فرصة أخرى. فرصة قائمة للتسجيل بعيدة عن المرمى. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. يبحث عن زميله. لن يحقق اي استفادة طالما ليس هناك تفوق عددي في المنطقة. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. ينطلق بمجهود فردي. حصلوا على ركلة حرة وقد تكون هي الركلة الحرة الاخيرة في المباراة. بطاقة صفراء. كان يعرف انه يستحقها بتدخله العنيف. اللاعب يستعد للتسديد. لديهم فرصة ثانية للتسجيل هنا. كرة نحو المرمى. سيرخيو بوسكيتس. لحظات قليلة وينتهي القلق ويحققون الفوز بعد التعب. ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. بداية رائعة. حصلوا على 3 نقاط بعد أول مواجهة. وسيحدد هذا بالتأكيد وتيرة الأداء لديهم في باقي المباريات. بعد حصد النقاط الثلاثة في انطلاقة مباريات تجميع النقاط في دور المجموعات،